مهلتكم في محلات جلال للديكور. امي الحبيبة خالتي العزيزة خالتي مدام جدتي الحنونة. انا اسمي الصبارة. احب التكلم مع جميع الاطفال وافرحهم. اتكلم معهم بطريقة مهذبة. واشغل لهم موسيقى جميلة. انا اليوم في محلات جلال للديكور. ومتوفرة بكمية محدودة. ما لا يا امي الحبيبة يا خالتي العزيزة. زوروا محلات جلال للديكور. اتشيروا صبارة للاطفال تاعكم. نخليكم تسمعوا بكاش الموسيقى معايا وتبعوني. الجميلة الرائعة المتواضعة واللي هي الصبارة. كما كنتو شفتوا فيديو تاع ضيوم يما العزيزة خفيفة ظريف، جبنا لكم الصبارة للأطفال، يعني اللي بغات تفرح وليدها ولا بنتها. ها هذيك الله يبارك ما شاء الله. ماذا بيا أنا هذا المنتوج اللي جبناه للمحلات جلال للديكور كان من أجل الأطفال. كان بزاف الولاد صغار يجي يقولوا لي عمو الصبارة عمو الصبارة. هانا وفرنا لك الصبارة سعر تاعها يدير 200,000. أمي الحبيبة هذه تشارجا روشارجابل ماشي تاليبيل، كاين واحدة تاليبيل وهذه روشارجابل لكل حد. يجي معها كابل في الصاشية تاعها، هذا ما عليك تلوحي كيما دير له باطا تاع الشارجور تاعك. أي واحد البارح يكون عنده التليفون باينة في الدار تستعملي هذا تتشارجا ليلي تتشارجا، تحكم وقت معين وتطول شويه ومن بعد تحط الباتري تاعها تعاودي تشارجيها فقط، ما تظليش تشري في ديبيل. حاجه مليحه بزاف خلاص للاطفال، فرحي بها الاولاد. ومن الحبيبه الغاليه نقول لكم شكرا حسن المتابعه، انتظرونا في جديد اخر.